طبعا هلا نحن معسكر المصطومي بالنسبة للأغراض التي وجدناها في مقرات النظام والجيش فكانت كلها من مساعدات الأمم المتحدة والهلال الأحمر، كل شيء قرطاسية أعداد شيء كبير جدا، يعني مهمل، مواد غذائية كثير جدا، مواد غذائية، خيام نازحين، شماعات، طراحات، فنجات، بطانيات، كله أمم المتحدة، كله يعني في شيء كثير. يعني نحن استغربنا، نحن فكرنا فايتين على مقر الأمم المتحدة، ما فاكي على معسكر الجيش النظامي. حقيقة ما وجدنا شيء إنه الجيش العربي السوري. فنتمنى إنه القائمين على هيك موضوع يعودوا نظر إنه لمين عبعتوا هني. هني عبعتوا لناس محاربين عبقاتلوا الحرية، عبقاتلوا الإنسانية، عبعتوا لهم مساعدات. فيتمنى أنه يدعون أنهم صادقين مع أنفسهم ويطلبون الديمقراطية والحرية، فيتمنى أن يتحققوا بهذا الشيء. هذا الشيء حكينا عنه كله معسكر مصطومي، بإمكانكم شوفوا وصوروا ضياع أمامكم. الله يسلمك. إن شاء الله نحن صادقين، ونتمنى من الناس الثانية يكونوا صادقين.